السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا، حياكم الله وبياكم. طبعا اليوم جينا ما شاء الله تبارك الله مع الشباب، خرجنا من المواليد السعودية، فجينا منطقة بحيرة وراح نشوف ان شاء الله بإذن الله تعالى، وراح ننزل الفيديوهات بإذن الله تعالى وتشوفونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا، حياكم الله وبياكم. طبعا اليوم جينا ما شاء الله تبارك الله مع الشباب، خرجنا من المواليد السعودية، فجينا منطقة بحيرة وراح نشوف ان شاء الله بإذن الله تعالى، وراح ننزل الفيديوهات بإذن الله تعالى وتشوفونا. طبعا احنا خرجنا من المواليد متجهين على البحيرة، ونعرف عليكم اخونا عيسى. الله يحييك يا اخوي عيسى، عرفنا باسمك الكريم. الاخ وليد وعباس واخونا فيصل، مساكم بالخير، نورت يا فيصل حبيبي. الله يسعدكم حبيبي ان شاء الله. هذه هي البحيرة اللي وصلنا فيها، هذه هي البحيرة اللي في اسلام اباد. طبعا هذا قريب منطقة بنغالا ولفي، وكمان في من الخلف من هناك اللي فيها القوارب برضو ما شاء الله، وهذه قارب برضو صغيرة موجودة هنا. وهذيك برضو قارب ما شاء الله، شوف. تمام أسكي. ايش يقول؟ وين رايحين؟ انا احسب ما شاء الله هذه القوارب، هو ما فارس ما ادري ما مين والله. انا هذه العوائل، هو اكيد في ولا هذه قاربين. انا قلت واحد من العيال داس ولا شيء عشان يبقى. اجواء جميله ما شاء الله، شوف اجواء سحب. كانت يومين ما شاء الله كانت امطار. أنا قلت يبقى فارس داس عشان أول جينا وقفنا الدبابات. يقولوا عمران خان هنا بيته كمان. شوف هذا القارب ما شاء الله تبارك الله، شوف المربع كأنه جالس جلسة عوائل، كأنك جالس في البيت. شوف شكل القارب. تعالوا مع الأجواء هذه كمان، يا سلام، والله أجواء جميلة. اسمع الحلوين تعالوا، الله حلو.